صار الوقت لحتى نبلش معكم بأولى فقراتنا. أكيد العلاقة الزوجية بتمر بالكثير من الضغوطات يلي هي أكيد بتولد مشاكل، ما في شك، يعني هذا الشيء طبيعي إلى حد ما. حتى في دراسات كانت أثبتت أهمية الخلافات الزوجية لحتى تستمر يعني العلاقة بين الطرفين، باعتبارها ممكن تكون فرصة ليتعرف من خلال الزوجين على الأمور اللي بتزعج الطرف الثاني ويمكن يحاولوا أنه يتجاوزوها. تماماً، هلأ إذا قدروا يحاولوا يتجاوزوها بينهم وبين بعضهم كتير ممتاز. ولكن لما الزوجة تخبر أمها والزوجة تخبر أخته مثلاً، هون بيصير تدخل طرف ثالث. استمرار هالمشاكل ممكن يخلي الزوج أو الزوجة يلجأوا لطرف ثالث مثل ما ذكرت، الأقرباء، الرفقة، المشتركين مثلاً، لا يساعدون بحل هالخلافات. للأسف ممكن هذا الشيء يكون له نتائج سلبية بتعمق المشاكل. كرمال هيك صارت معنا الاختصاصية النفسية والاجتماعية الأستاذة آية الخباز لتخبرنا أكثر عن هالموضوع وآثار تدخل الطرف الثالث. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا آية. عم نحكي على موضوع جدا مهم، ويمكن اليوم أي شريكين يعني اليوم عم يحضرونا لازم يعرفوا خطورة هذا الموضوع. وبنفس الوقت نحن ما راح نقول إنه الواحد يكون هالقد توب سيكريت بحياته وبرايفسي وكذا، بس في مراحل يمكن حنحكي فيها الواحد بيضطر إنه عن جد يلجأ لطرف ثالث. بس حنبدأ أول شيء من المراحل اللي نحن غلط نلجأ فيها لطرف ثالث. شو الآثار اللي بتترتب لما أنا قرر بمشكلتي اللي صايرة معي دخل طرف ثالث؟ هلا خليني بس اسال هذا الطرف الثالث مين هو؟ هل هو يا ترى طرف محايد موضوعي ما عنده تحيز قدران يوقف بالنص بيناتنا، ولا عم يتحيز لطرف اكثر من طرف؟ هل هو فعلا شخص حكيم قادر اني انا الجأ له وهو يعطيني النصيحه تماما مثل ما هي اللي انا بحاجتها؟ هل هو شخص محب؟ بمعنى هل العلاقة بيني وبين زوجي إذا تحسنت هو هذا الشيء اللي بيطمح له، هذا الشيء بيطمح له محب؟ كثير هي الأسئلة مهمة. إذا كان إيه فهذا الشيء كثير حلو، أما إذا كان لا فهون الآثار السلبية اللي حتطلع، ممكن هذا الشخص يزيد الطين بلة، ممكن تكون المشكلة صغيرة تصير المشكلة كثير أكبر من هيك، وتنعكس على علاقتي أنا والشريك بطرف بشكل أسوأ. هذا الموضوع جدا خطير، خاصة أنا بشوفها لما بيلجأوا لصديقة أو صديق ليحل المشكلة بيناتهم، اللي بيكون هو من جوا مبسوط كتير إنه هدول علقانين بمشكلة، خاصة إذا كانوا بمرحلة الخطوبة لسه ما تزوجوا. ليه مبسوط؟ ممكن يكون له غرض سلبي مثلا، ممكن يكون عم يلاقي إنه هن علاقتهم فاشلة مو بس أنا علاقتي فشلة، عم يواسي حاله. فحضرتك رح تشرح لنا أكثر. مزبوط في أطراف ثالثة بتكون عم تزيد الطين بلة بس حاطة كفر إنه أنا عم صلح بيناتكم؟ في كثير هيك أطراف. في أشخاص، قديش في أشخاص بنعرفهم بنسمع بيسألوا أسئلة، هي الأسئلة كرمال يفهموا أكثر شو عم يصير، ولا أسئلة فضولية حتى يرضوا الفضول تبعهم؟ شو عملتي؟ شو ساويتي؟ موضوع الفضول، موضوع النقد، موضوع اللوم، موضوع الحكم، إنه أنا بقعد على كرسي المحاكمة وبصير بحكم عليكم أنتوا الاثنين، أنت غلطتي، لا أنت ما غلطتي، لا أنت هيك عملت. هذا الموضوع كثير حساس، وبصراحة بين الزوجين وكأنه في ميزان ذهب، يعني أي ذرة صغيرة بتنحط ممكن تصير شعلة بعدين، وتكون المشكلة كثير صغيرة تكبر لا لا أبعد. أو اللي بيقلها أو اللي بتقلها احمدي ربك إنك عنده وقاعدة ورضيانة فيه، بس يلا طولي بالك في ولاد رح نحل الموضوع. فهون عم يزت بنزين على النار، وبعدين بيقلها يلا معلش تحملي النتائج. هي لأنه ما في خبرة وما في قدرة على الفصل، يعني هي وكأنه هي الشخص اللي عم يحكي عم يعمل إسقاط. يعني أنا القصة تبعي اللي أنا عايشتها عم بعمل عليها إسقاط على الشخص اللي هو عم يلجأ لي، فبناء على تجربتي بجاوبه إنه أنا مثلاً لنفرض متحملة زوجي وهو كتير سيء، بلا طب أنت كمان تحملي زوجك. لنفرض الشخص مطلق فبصير بينصحها إنه طلق انفصلي عنه، ليه أنت لساتك بقياني عنده؟ شو مقعدك؟ فبناء على التجربة الشخصية تبعها هي عم تنصحها، وما بالضروري ابدا يكونوا هي وزوجها مثلنا انا وزوجي مثلا، ما في كابل مثل كابل ابدا، كل حالة هي حالة خصوصية بحد ذاتها. اوكي طيب، اوقات خلينا هيك نكون واقعيين جدا، ممكن توصل بين اي شريكين خلص ضجنا من بعض، تخانقنا، ما حدا عرفان، ما بعرف مين الصح، فنحن بدنا
عن جد طرف ثالث. اوقات مين بيختاروا؟ بيختاروا يا الشاب مثلا يحكي مثلا لحماته، او الصبيه تروح تشكي جوزها لحماتها، عرفتي شو؟ فانه تحكي لحدا انه مشترك بيناتهم اللي هي الام. خلينا نقول هون نحن امتى بيكون صح لما نحن ندخل الماما بالمشكله، وامتى بيكون لا ما بتنصحوا فيها؟ خاصه انه في ناس عن جد آية بيوصلوا لمرحله انه ما لهم قدرانين يسيطروا على انفعالاتهم، نحن تخانقنا خلاص بدنا هيك، بدنا طرف ثالث. يعني ولا مره بيكون صح التدخل من قبل الخارج، ولا مره بيكون صح. وحييكي، انا ناطر هذا الجواب. ولا مره بيكون صح، لانه العلاقه الزوجيه علاقه كثير خاصه. مهما كانوا متفهمين الطرفين، قد ما كانوا متفهمين حيتحيزوا لطرف من الطرفين. يعني لنفرض والدته حتتحرك بحكم عاطفتها تجاهه وحتصف مع ابنها، وبنفس الوقت كمان والدتها لها كمان حتتحيز لبنتها، مو لانه هي متحيزه ولا لانه هي ما لها موضوعيه، بس لانه في بنتها بدأ، في ابنها بدأ، في يعني هي عم تتحرك من العاطفه تبعه. فما حتقدر تعطي هذا الحكم العقلاني المنطقي اللي انه لازم هيك تعمل. مهما قالوا لك انت بنتي هو ابني، حيتحيزوا. وزائد انه هن بخافوا عليهم، يعني هن حاسين بالالتزام تجاه هدول، هن بيطلعوا لهم انه هن اطفال قد ما كبروا. هذا ابني، هي بنتي، اولادنا فحيضلوا خايفين عليهم، وحيضلوا عم يفكروا. وفي كثير اهالي حتى بترفض استقلاليه اولادها، يعني هن اذا بلشوا يستقلوا هذا الشيء بالنسبه لهم تهديد، فبيضلوا بيحاولوا تماما تحت جناحنا، انه بده يضلوا يتدخلوا حتى يضل هيك محاوطينهم، خلينا نقول لاولادهم. طب انا بقول شغله، شو هالعلاقه اللي انا كل ما دق الكوز بالجره تعي ماما حلي لي الموضوع، تعال بابا شوف شو عملت، او تعال يا اخي، الزوجه بتقول لاخوها مثلا شوف صهرك شو عمل او كذا، ليش ما بيكون فيها التفاهم؟ طيب شو اليه حل المشاكل لما تطلع برا البيت؟ هون السؤال اللي لازم نساله. صار مشكله بين زوجين، ليش لازم ندخل طرف ثالث؟ شلون لازم نحلها بيننا وبين بعض؟ هلا احيانا بتصير انه بيلجأوا لطرف ثالث، بصراحه بيكون في مهمة الإنقاذ، خلينا نقول. يعني لنفرض كل وصلوا مثلا لا سمح الله للطلاق، خلص يعني وصلوا لآخر شيء. طيب ينفصلوا ولا يفوتوا طرف ثالث ولا يجيبوا شخص ثالث؟ لا أكيد يجيبوا شخص ثالث. ممكن إنه هو يصلح الشيء اللي هو الجسور اللي هي بيناتهم خربت، خلينا نقول. بس بتصور في قلة وعي بالموضوع، بتصور من بداية الزواج يا أنا من البداية برسم حدود لعلاقتي أنا وهذا الشخص، برسم حدود لتدخل الأهل وتدخل بيت الأحماء، يا أما أنا متعود من البداية أي شيء بيصير أصلاً بروح وبحكي وخلاص، بتصير هي عادة وبصيروا دائماً هنن هيك بيعملوا، ما بيفكروا أساساً ولا بيكون عندهم نفس إنه هنن يجربوا ويحاولوا ياخذوا الطريق السهل. يعني تمام، الطريق الاوتوماتيكي، خلاص انا صار عندي مشكله بفتح التليفون ويا فلان تعال شوف هذا شو عمل يا كذا. طيب شو بتنصحي للحل؟ صارت مشكله كثير كبيره بالبيت او بين خطيبين او بين زوجين، شلون اليه الحل بتكون؟ نقعد نحكي او نترك الامور لتروق هذا حل، او خلص كانه شيئا لم يكن ونمشي بهالمركب اللي اسمه الزوجيه؟ هلا اولا حسب المشكله، وثانيا حسب قد ايه عمره. يعني هدول المشاكل كثير صار لهم زمان وما عم يلاقوا لهم حل، فبتصور انه يحكموا شخص ثالث ممكن يستفادوا. بس اذا لساتهم من بدايه العلاقه ولساتهم هن الاثنين عم يحاولوا، فاكيد القعده مع بعض، الحوار، اني انا اقول شو بدي هو يقول شو بده. احيانا الشريكين بيتخيل لهم انه اكيد هو حافظني وبيعرف انا شو، بيعرفني انا شو بدي، ليش هيك عم يعمل؟ لا، امسكيه وقولي له انا بحاجه 1 2 3، انا بحاجه لنفرض تقعد معي، انا بحاجه تكرس لي وقت. وبنفس الشيء هو كمان، انا بحاجه مثلا هيك تعملي لي، تعطيني مساحتي، خلينا نقول. فانا راسا بقول شو الرغبه اللي بدي اياها، شو الحاجه اللي انا ناقصتني. اكيد الحوار المحترم، خلينا نقول الاستيعاب الطرف الثاني، ما خلي حدا يتدخل بعلاقتنا، يكون علاقتنا هي خط احمر، في حدود شخصيه. اي شخص بالحياه في له حدود شخصيه، يعني نحن للاسف ببلدنا ما عندنا هذا المفهوم. يعني وقت انت تحاول يكون عندك حدودك، هو دائما الناس بتفكر يا اما انت نفسيه انت شايف حالك، يا اما بعرفها هي النقطه كثير يا اما انت مثلا بطلت تحبهم او هن بطلوا مثل الاول، فانت عم علينا تماما، انت عم تغير علي قصصك انت وزوجك. بس هي الحدود كثير مهمه، لانه انا عم تحميني. أكيد. مثل بالسيارات مثلا، كيف وقت نسوق بنخلي في مسافه امان بيننا وبين السياره؟ حتى ما بنتركها هي مسافه
ما بنترك لازم نتركها نخبط ببعض بعدين. فدائما بنترك مسافه امان بيننا وبين الشخص، حتى بين الازواج في مسافه امان، حتى بين الام وابنها في مسافه امان. وهذا ما بيعني انه انا ما بحبه لهذا الشخص او انا ما بدي يكون قريب مني، بس هو هي الحدود الشخصيه بس حتى تحميني من التماهي والانصهار مع الطرف الثاني. هذا الانصهار مو شيء منيح، انا شخص وانت شخص، مالنا شخص واحد. يمكن في ناس اوقات ايه هنا ما بيحبوا انه يروحوا يحكوا لشخص ثالث لانه انا بدي حل او بدي مساعده، انا لمجرد يعني فضفضه فش خلقي مثلا او شيء. الشيء اللي يمكن شائع اكثر وجوده نحن بمجتمعنا كمان ما له كثير مطروح، انه بنلاقي برا دائما عندهم اي كابل عندهم مثلا لايف كوتش اللي هن بيروحوا لعنده بيساعدهم مثلا يتقربوا اكيد من بعض اكثر، يحاولوا انه تتصلح هي العلاقه بشكل او باخر. هذا الشيء ما كثير يمكن شائع عنا، بس قد ايه مهم نحن ندرج هيك شيء. خلينا بدي نقول بدي اشكرك على هي الفكره الحقيقه. انا كنت بدي اتطرق لها يعني موضوع في شيء اسمه كابل ثيرابي اللي هو العلاج الزواجي، ما له كثير لسه دارج عنا بس عم نبلش نخليه يدرج. هذا المستشار او المعالج هو شخص مدرب مهيئ انه هو يقعد بمكان نفس المسافة منك ومنه، لا مقرب لهون ولا مقرب لهون، لا بيعرفك ولا بيعرف تماما، يعني ما عم يتحيز لطرف من الأطراف، ما عم يتحالف مع طرف ضد طرف. هي المساحة سرية، بمعنى الحكي اللي نحن عم نحكيه ما حيطلع لبرا، ما حيستخدمه ضدك. ما ممكن تسمع ابن عم مدري مين دري بالسيرة اللي أنت أصلا قايله أنه هي كتير سرية. كتير مهمة هي المساحة. حلو كتير، كتير حلو كتير. وهذا له صفات معينة اللايف كوتش او الثيرابيست مثل ما ذكرتي، لازم يكون فيريفايد، لازم يكون مدرب ليعمل هدول القصص، موضوعي لانه ممكن يكون غير انه موضوعي صح 100%، لانه ممكن كلمه غلط يا آية ويا استاذه آية تفصل العلاقه نهائيا، تشعل النار تماما. واحلى شيء برجع باكد انا لانه يمكن شايف نماذج قدامي في رح احكي لكم هاي السيره، خلونا بيناتنا في كثير في قصص بهذا الموضوع. في اثنين كمان وصلوا للطلاق، بعرفهم اصدقاء لنا، لجأوا لي ضلوا وجع راس، تليفونات الصبح، واتساب المساء، ريكوردات، شفت شو عملت شفت شو عمل. اخر شيء لما تصالحوا ما عاد سمعت حسهم. اي بس منيح انه تصالحوا، ما بالعكس راحوا. بس انه انتم اعطيتوني الافكار السلبيه عنكم في مشاكلكم، بس لما تصالحتوا الطرف الثالث طلع برا. فقديش هذا الموضوع يكون مثل ما قالت آية سلاح ضدنا لما نحن عم نفوت طرف ثالث ونفضح أسرارنا تماماً. وآخر شيء بنرجع كثير حبابين وكثير منح مع بعض. قديش ممكن يكون هذا مؤذي الموضوع؟ مؤذي، وخصوصا اذا هلا انت لنفرض انت شخص كفؤ، هن اكيد اذا اجوا واحتكموا لك معناته هن عندهم ثقه فيك، بس قديش في اشخاص هن غير مؤهلين او هن ممكن يستخدموا هدول المعلومات ضدهم لهدول الاشخاص. الله يرحم ايام كنتوا تجوا تفضفضوا لنا تماما. وقد ايه هلا انت قدرت تصلح بيناتهم، بس كان ممكن انه هن بالعكس تبعد بيناتهم بدون قصدك، لانه انت مثل ما قلت لك تعمل اسقاط، تحط حالك مكان هذا الرجل وتصير تتعامل تقول له شو النصائح تبعك، انه ما بدك تعمل له هيك، بيكبر راسه بيكبر راسه اعمل له كذا. ما فيك انك انت تتجرد من حالك وتطلع هو كيف عم يتطلع. بينما المعالج او المستشار وقت بيقعد بالجلسه بيقدر انه هو يفصل وبيقدر يكون العين الثالثه تبعه. يعني ما في علاقه هيك بتكمل وبتستمر بشكل صحيح غير شوي بدها هيك تعب، نتعب مشان بعض وايه هيك لحتى نوصل لعلاقه عن جد تكون خلص نحن الاثنين متفاهمين وبعيدا عن العالم ورايهم. شكرا كثير لوجودك معنا آية. شكرا لك آية. اهلا وسهلا فيك يا آية. يمكن